أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جمعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722 مليار و554 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيجاك 30 بنسبة 0.3% ليغلق عند 11403 نقاط. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك 70 متساوي الأوزان بنسبة 96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة. وهبط مؤشر إيجاك 100 متساوي الأوزان بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها 66 قرشا للشراء، 15 جنيها 75 قرشا للبيع. كما سجل اليورو اليوم 17 جنيها 70 قرشا للشراء، 17 جنيها 82 قرشا للبيع. ووصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم إلى 21 جنيها و15 قرشا للشراء، 21 جنيها و29 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات 26 قرشا للشراء، 4 جنيهات 29 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء، 4 جنيهات 20 قرشا للبيع.